أشاد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري بالجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد البحريني لكرة السلة برئاسة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، ونوه سموه بالمستوى البارز الذي تشهده لعبة كرة السلة والاهتمام المتواصل بها في مختلف الأندية الوطنية والذي ينعكس في مستوى المنافسات بينها، وهو ما ينعكس بدوره أيضا في تطوير هذه اللعبة على المستوى المحلي والخارجي. معربا سموه عن سروره بحضور المباراة التي جمعت نادي المحرق ونادي الرفاع يوم أمس، حيث أعرب سموه عن إعجابه بما شاهده من مستوى ومهارات اتسم بها لاعب الفريقين، شاكرا سموه جمهور الفريقين الذي حرص على حضور اللقاء والتفاعل بإيجابية مع مجريات المباراة، مما يعكس مكانة هذه الرياضة وما تحظى به من متابعة جماهيرية متميزة، متمنيا سموه لهذه اللعبة المزيد من التطور والاتحاد البحريني لكرة السلة كل التوفيق والنجاح.